ولأول مرة منذ 10 سنوات وبمشاركة أممية وعربية واسعة، تحتضن العاصمة الليبية طرابلس غدا مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا، موعد يعول عليه الليبيون كثيرا من أجل تحقيق إجماع حول المواقف الدولية الداعية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة تمهيدا للانتخابات وبسط الأمن في البلاد والمنطقة برمتها. نسر الأطرش. كل الآمال معلقة على مواقف الدول المشاركة في مبادرة استقرار ليبيا، سيما والانتخابات البرلمانية والرئاسية على الأبواب، موعد حاسم في مسار إخراج البلاد من سنوات الدمار إلى بر الأمان. أعتقد أن أهمية المؤتمر تكمن في أنه يعقد في ليبيا لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، تستضيف ليبيا مؤتمر بهذا المستوى. تعودنا خلال السنوات الماضية أن تعقد المؤتمرات التي تخص الأزمة الليبية في عواصم أخرى، في باريس أو في باليرمو، في برلين، وبالتالي هذه الأهمية الأولى. أيضا الأهمية الثانية أنه يسبق الانتخابات إن جرت طبعا بشهرين، هذه أيضا نقطة مهمة. انسحاب المرتزقة لتحقيق المسار الأمني وإعادة الاستقرار في البلاد هو ما ينتظره بالدرجة الأولى الليبيون من المشاركين في المؤتمر. الليبيون يعولون على الموقف الدولي الداعم للمطلب الليبي بإخراج القوات الأجنبية والمساهمة في دعم الاستقرار في ليبيا بإيقاف كل التدخلات الخارجية، لكن أعتقد أن الحسم لن يكون إلا بعد وجود حكومة وطنية منتخبة، أي جاءت عن طريق الانتخابات. طرابلس أمام موعد آخر لحل حالة الأوضاع المتأزمة والحد من التدخل الأجنبي الذي جرى البلاد إلى صراعات مستمرة وأزمة عميقة.